تعالوا نعمل شوربة العدس. عشان نعمل شوربة العدس عندنا عدس أصفر مغسول ومنقوع ومتصفي. المية بتاعت النقع البقوليات ما بنستخدمهاش علشان النفخة اللي في البطن. بعد كده عندنا بصل، جزر، بطاطس، طماطم، مرقة خضار، أي مرقة، مية سخنة عادي جدا تبقى تحفة وجميلة. احنا كده كده هنطعمها بمعلقة سمنة بلدي، ملح وفلفل، كمون، ثوم مفروم، وللتقديم عندنا عيش بلدي محمص أو مقلي زي ما انتوا عايزين. هنعمل ايه؟ هننزل الخضار في الحلة. خلوا بالكم انه انا مقطعة كل حاجة صغيرة عشان تستوي بسرعة، لكن التقطيعة مش اجبارية يعني، لكن كل طبعا ما كانت التقطيعة صغيرة كل ما استوت الحاجة بسرعة. فبطاطس، جزر، بصل، طماطم، عدس، كمون، ضروري جدا جدا الكمون مش بس عشان النكهة، عشان النفخة بتاعت البطن كمان، ثوم، انا بحب اديهم تقليبة كده الاول مع بعض، تقليبة وبعدين اقوم منزل عليهم المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبهم يستووا. وقت ما هم بيستووا هنكون احنا بنجهز الطشة او التقلية. ازاي؟ طاسة على النار، معلقة سمنة بلدي، بعدين بصل وثوم مفرومين، لحد ما يطروا. مش مستعجلة أنا كده كده مستنية الشوربة بتستوي، فهنديها وقتها عادي خالص. اللي عايز يحط جواها شعرية، اللي عايز يحط جواها لسان عصفور بعد ما تتضرب طبعا مفيش مشكلة. وهنا في سمنة بلدي وبشوح معاها بصل وطماطم، ويكونوا البصل والطماطم دول يتشوحوا لحد ما يطروا، مش عايزاهم يغيروا لونهم، مش عايزة اي لون فيهم خالص، عايزاهم بس يطروا. بحط بقى على التقلية دي ملح، ملح يكفي الشوربة بقى يعني، بحط ملح كمية محترمة لاني ما حطيتش مع الشوربة. وتخلوا بالكم المرقة اللي انتم مستخدمينها فيها ملح ولا لا عشان تظبطوا المقدار. شوية فلفل اسود، في ناس ما بتحبش الفلفل الاسود مع العدس، انا بحب الفلفل الاسود مع اي حاجة انتم عارفين. شوية كمون، وانزل الثوم. انا ما بحطش اي توابل تانية، في طبعا طرق كتير بتوابل مختلفة، وفي طريقة من غير البصل والطماطم في التقلية بتوم بس، وكل الطرق حلوة وكل الطرق صح وكل الطرق جميلة، بس دي طريقتي انا. ونقلب لحد ما ده يطرى خالص، كله يطرى ويدخل كده ايه في بعضه، مش مستعجلة. وخلوا بالكم زي ما انتوا طبعا ملاحظين النار هادية مش نار عالية، وعايزة اغطي بس على الشوربة عشان طبعا برضو الغطا بيساعدها ان هي تغلي بسرعة وتستوي بسرعة ما تاخدش وقت. وهنا بدأوا هم يتحمروا كويس، فافضل محافظة على الحرارة وسط، وايدي بتقلب على طول على طول عشان اول ما احس ان هم استووا كده وطريوا كويس ارفع من على النار على طول. في ناس طبعا بتقدم معاها عيش شامي محمر او محمص مش بلدي، واوكي طبعا حلو جميل، وطبعا العيش البلدي بتاعنا لا يعلى عليه يعني، ولسه هنعمله مع بعض دلوقتي كمان. الريحة هنا خطيرة يا جماعة، خطيرة، بس ما استعجلش عليهم لانه ده يعني ايه جزء كبير جدا من النكهة بتاعت الشوربة. على فكرة شوربة العدس ممكن بعد ما تضربوها تكيسوها بعد ما تبرد وتشيلوها في الفريزر، بحيث انكم يعني تعملوا حلة كبيرة وانتوا واقفين مرة واحدة وتحطوها في اكياس بعد ما تبرد وتدخلوها الفريزر، بحيث كل اسبوع مثلا تنزلوا منها كيس او حاجة، لان لا غنى عنها طول الشتاء. في ناس بتعمل شوربة العدس بتضيف لها بقى خضروات، يعني في ناس بتحط لها كرفس، في ناس بتحط لها كوسة، في ناس بتحط لها قرع عسلي، في ناس بتحط لها بطاطا، كل ده حلو ومغذي ولطيف جدا جدا للولاد، وممكن كل مرة نعمل فيها شوربة العدس ندخل فيها قيمة غذائية بطريقة مختلفة، ولكن هي دي شوربة العدس مصري أصلي بدون فزلكة. لكن التطوير والتغيير وإن احنا ندخل قيمة غذائية لولادنا أبدا أبدا مش وحش ولا غلط. شايفين بقى كده إيه؟ طريت وتحمرت مظبوط من غير ما تغير لونها، يعني يدوبك تطرى يدوبك لون ذهبي فاتح خالص خالص خالص. لو غمقت منكم هتغير لون ونكهة الشوربة، وأنا مش عايزة أغير لون ونكهة الشوربة، بس طبعا عايزة احمرها برضو، لان هيبقى ايه الفرق بينها وبين الخضروات المسلوقة اللي جوه الشوربة. لازم
تتحمر حلو. طبعا الشوربة بنتابعها كل شوية عشان كمان لو محتاجة ان احنا نضيف لها سائل وعشان ما تتلسعش من تحت، فكل شوية نتابعها، ولو احتاجت طبعا سائل نزود لها، وبعد الضرب اذا حسيتوا انها تقيلة وعايزين تزودوا لها سائل زودوا لها. طبعا شوربة العدس ما بتاخدش كريمة، فلو هنزود بنزود مية او مرقة المتاحة عندكم مفيش مشكلة. هرفع الاول التقلية من على النار لان خلاص اخدت التحميرة اللي انا عايزاها، الشوربة مش محتاجة سائل وقلبتها، وهغطيها تاني عشان ترجع تستوي. ياريتكم معايا تشموا الريحة يا جماعة، شوربة عدس كما قال الكتاب. وبعدين اقوم جاية ضربة بكبة بخلاط بهاند بلندر المتاحة عندكم مفيش اي مشكلة، واقوم ضربة الايه الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. اديها وقتها في الضرب يا ولاد عشان تنعم تماما. عايزين تحطوا لها شوية شعرية او لسان عصفور مفيش اي مشكلة. ضربتها كويس قوي قوي، واخدة التقلية منزلاها عليها، واضربها بقى ضربة كمان بالتقلية اهي، واضرب تاني ضربة كمان مع التقلية. بسم الله. الأكلات المصرية الأصيلة اللي احنا بنعملها اليومين دول بترجع الواحد بالذاكرة كده لورا، انه أيام المدرسة، أيام البيت والعيلة واللمة، وأيام الجمعة، وأيام لمة الأهل. فريحة الشوربة يا جماعة خطيرة، وطبعا احنا ما نسيناش طبق زيادة تهاد وتحبه، حطيناه قبل أو غرفناه قبل طبق البيت، ضروري عشان كده ايه يدي بركة كده وخير للطبق بتاع البيت. وبصوا قوام الشوربة مظبوط ظابطة فظيعة، ولا محتاج يخف ولا محتاج يتقل، خطير. بعدين نقوم جايبين شوية العيش المحمص او المقلي او ايا كان، بلدي برضو او شامي برضو ايا كان، ونقوم حاطينه كده يا عيني.